صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة: دوامي قرى باب الجنة. قالت: لماذا؟ قال: بالجوع. رواه كثير من المحدثين بأسانيدهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا إياكم. جباد ملك بر رب رؤوف رحيم علي نظيم كريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، لا مثل له ولا مماثل له. ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا تبيبنا نورنا سيدنا مرشدنا كريمنا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى أمير المؤمنين أعدل الأصحاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى جامع آيات القرآن سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه الكريم عليه السلام، وعلى سيدة النساء بدءة من رسول الله هي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، والحمزة والعباس والحسن والحسين والأولياء الكاملين
والصلحاء والفقراء والنقباء والأخطار والأغراس والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والكاملين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى سيدنا الشيخ السيد عبد القادر الجيلي رحمه الله، وعلى سيدنا الشيخ السخي زين الدين رحمه الله، وعلى سيدنا الشيخ حمزة المقدوم المحبوب صاحب الكشمير رحمه الله، وعلى أولياء الكشمير من جميع السلاسل الروحانية، وعلى أولياء الكاملين من السماوات والأرضين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المسلمين، قد قلت لكم باللغة الكشميرية، باللغة الكشميرية، تمسكوا بالسنة رسول الله في حلقاتكم وفي جلالاتكم. هذا الشهر رمضان أنزل فيه القرآن، تمسكوا بالقيام في الليل، تمسكوا بالصوم في النهار، تمسكوا بالصلاة، تمسكوا بالصدقات، تمسكوا هذا رمضان بالخيرات لله تعالى، لله تعالى، لله تعالى، لله تعالى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتجلى منهم. عباد الله، عباد الله، عباد الله، رحمكم الله، رحمكم الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.